أعينهم وقراهم وما هي الإمكانيات التي ستستخدم هناك وكيف يزداد الدخل للأسر وكيف ستعمل المدارس وروضات الأطفال والمشافي ومتى ستفتح الشركات وما الذي سيحصل عليه من دعم الأعمال الصغيرة والشركات وحتى وسائل النقل كيف سوف تعمل. هذا ما يجب أن يعرفه المواطنون. وبالطبع من إذا كان سيكون هناك ضرورة للاستثمار من قبل الشركات الكبيرة والقطاع الخاص فيجب تقديم المساعدة في هذا الإطار، ولكن في حال كان هناك إمكانية لكي يعمل أو تعمل دوائر الأعمال المحلية ومنها لتطوير جمهورية لوغانسك ودونيسك وخيرسون وزاباروجي ولكي تساعد السلطات الفيدرالية أيضا في هذا الإطار لكي تكون السلطات المحلية والإقليمية قادرة على تركيز مواردها لحل هذه المسائل. وعد ذلك تحدثنا في السابق ومرة أخرى أؤكد أنه من الضروري ضم هذه الأقاليم إلى المشاريع الوطنية وبما فيها بناء الشركات الوطنية في جمهوريتي لوغانسك ودانيسك وخيرسون وزاباروجي والتي يجب أن تحصل على تمويلها. وأيضا من الضروري تحضير المعايير الأساسية لتطوير هذه المناطق الجديدة. وألفت انتباهكم إلى أنه لم يجري الانتهاء من تحضير هذه المسائل وأرجو منكم أن تسرعوا في هذا العمل. ومن المسائل الأساسية والمواضيع الأساسية التي سوف نناقشها اليوم هو الوضع الاجتماعي والدعم الاجتماعي وتنظيم تقديم المساعدات للسكان بهذا الاتجاه في المجال الاجتماعي. وأطلب من السيد مانتروف للحديث كيف يتم إنجاز المشاريع طويلة الأمد في تطوير الأسطول الجوي، يعني هنا النقل في الطيران، و جميعا نعرف ما هي حدة هذه المسائل وخاصة فيما يخص الطيران المدني. وقبل فترة قبل شهر كنا قد ناقشنا هذا الموضوع. دعونا نبدأ في العمل، وكما قلت سوف يبدأ السيد مانتروف في الحديث عن هذا الموضوع.